النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها 42، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع، والتي من بينها متابعة وسم المصنع الأخضر ومستجدات اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية والتي تستضيفها مملكة البحرين، فضلا عن تقديم عرض مرئي بشأن مشروع مختبر التنفيذ وجملة من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة في مملكة البحرين. أصدر مصرف البحرين المركزي إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات، حيث تم وضع إطار العمل من قبل قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات بمصرف البحرين المركزي، ويتم تطبيق عملية الإشراف بناء على مبادئ أقرتها لجنة نظم الدفع والتسوية CPSS، وقد أنشئت اللجنة بعد أن أقرها حكام البنوك المركزية من بلدان مجموعة العشر G10، وتسمى اليوم بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق CPMI، والتي يشرف عليها بنك التسويات الدولية BIS، وتهدف إلى ضمان الاستقرار المالي من خلال تقليل المخاطر ووضع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة. وقد تم استحداث إطار العمل لتحديد المهام الرئيسية والأهداف والصلاحيات والمعايير والنهج والأدوات الخاصة بالإشراف في أعقاب التغيرات السريعة الجارية في القطاع المالي، وذلك لتعزيز الأساس القانوني لحماية التسوية النهائية والتصفية وتحديد البنية التحتية للأسواق المالية التي يجب أن تخضع للإشراف من قبل مصرف البحرين المركزي. والآن نترككم مع دار الأسواق المالية الخليجية. نظم بنك السلام مؤخرا سحبا على أكبر جائزة نقدية على مستوى مملكة البحرين لعام 2023 بقيمة 1,000,000 دينار بحريني ضمن برنامج دانات للتوفير، الذي يتميز بتقديم العديد من الجوائز الكبرى على مدار العام. وجرى السحب على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون البحرين، وفاز بالجائزة السيد إبراهيم يوسف حسن. كما أكد البنك أنه سيطرح العديد من الجوائز الكبرى في عام 2024، وهي عبارة عن راتب شهري بقيمة 20,000 دينار لمدة سنة وفيلا فاخرة، وجائزتين بقيمة 1,000,000 دينار لشخصين، وذلك تلبية لرغبة الزبائن. كما وتعد هذه الجوائز الضخمة إحدى المبادرات الرائدة لبنك السلام، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع الزبائن وتحقيق التفاعل الإيجابي في المجتمع المصرفي البحريني. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.